خدمت مع داك قال لي غتخدم داك السيد اللي قال له اليوم قال لك اليوم غتخدم نهار كان فيها اول سالير مزيان كان فيها اول سالير كانت فيها الخير عليك داكو غادي حنا بدينا اللايف غادي تبقى لك المرحله الاخيره غدير الشميعات. مشاهدي قناة شوف تيفي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس. نخليكم مع كوبل المكناسي اللي اليوم كيحتفلوا بعشر سنوات ديال الحب والغرام بيناتهم اللي كانت نهاية فرحة وخير اللي كانوا تزوجوا. واليوم كي داز عام ونص أو عام وثلاث شهور ديال الزواج ديالهم. نخليكم مع هذا الكوبل اللي هو منتصر نحتفلوا حتى حنا معاهم في هاد 10 سنين اللي غادي اليوم غيكملوها ديال المعرفه. هادشي هادي وعاد نتعرفوا على منى منتصر اكثر ونشوفوا علاش بغاو انهم يقتسموا الفرحه ديالهم مع المتتبعين وبغاو يبينوا بلي انه كاينين. لا قربها راه بعيده لك. عاونيها منى في الشعل عندك الطحن عندك الطحن. انا نعاونك صبر انا نعاونكم منى نوضي صاحبتي تكلفي. منى نتوما كتحتفلوا اليوم بكمال 10 سنين ديال العشره ديال نقدم لكم يد المساعده انايا. شنو كيقولوا دابا؟ اليوم مشاهدي قناة شوف تيفي كنشوفوا اليوم الفرحة ديال منى ومنتصر اللي كيحتفلوا بعشر سنين ديال الحب ديالهم وعشر سنين من بعد ما وعدها على النهار اللي يخدم غيتزوج بها ووفى بالوعد ديالهم. نخليكم مع منى ومنتصر نتعرفوا عليهم أكثر. منتصر 26 سنة متزوج. تعرفت انا ومنى غير في الفيسبوك هذه المده ديال 10 سنين. كنا غير دي زامي. واخا تكلمي لنا على كيفاش تعرفتي على منى وفين تعرفتي على منى. منى تعرفنا غير في الفيسبوك. كانت حاطه حقد يلا لانيف ديالها داز شي 4 ايام دابا وكنت كومونتيت لها في واحد الكومونتير كانت حاطه ديال عيد الميلاد ديالها وكنت كومونتيت ليها وجاوباتني ومشيت عندها بريفي وبديت كنهضر انا وياها. المهم قلت لها يعني ندير شي غولاسيون وهي قالت لي لا انا باقا صغيره حكم كانت عندها ديك الساعه 14 عام. ما بغاتش نديرو شي غولاسيون. صافي بقينا امي مده ديال نتاع عام. ما عمرنا تلاقينا ولا شي حاجه بحكم ان البلاصه بقيتو دي زامي غير في المواقع التواصل الاجتماعي وبقينا مشينا داك الشيء مراحل. 4 شهور كنا كنهضروا غير ميساجات في فيسبوك. من بعد ما كانش كتبغي تعطيني نمرتها. واحد النهار هي تعطيني النمره وبقينا تنهضروا. بقينا شي كملنا العام هكا كهضره ابل. بقينا كنهضروا غير هكاك التليفون. وسميتو من بعد صافي قلت لها صافي انا بغيت نشوفك صافي. وتلاقينا كان داك النهار في التاريخ 12/12/2012. انت باقي عاقل على داك النهار بالضبط اللي حقاش كانوا كيقولوا نهايه العالم تكون في ديك 12/12/2012. فان دو موند بقيت عاقل عليها. يعني من تما تلاقيتو يعني وليتو داك الساعات متقربين اكثر. كنتو تصاحبتو شحال نتوما يعني درنا غولاسيون ديك الساعه بواحد المده ديال تاع عام كنا تنهضرو غير دي زامي يعني غير ميساجات و ابل هاكا. عمرنا تلاقينا ولا زمت. واحد النهار هي صافي قلت لها اعترفت لها قلت لها راه انا صافي كنبغيك و مبقيتش قاد يعني خفت شي واحد يسبقني فهمتي. وانا مدة ديال عام كنعرفك مزيان كتعرفيني مزيان يعني راني كنبغيك و كنبغيك بزاف و
المهم صافي تايا نسولو منى على هذه المرحله وعاد نرجعو نكملو. منى فاش هذه المرحله جاوا وقال لك راني كنبغيك وصافي راكي زعما تكون بيناتنا شي غولاسيون اللي هي زعما خاصه ولا شي غولاسيون اللي باينه. شنو قلتي لي؟ قربي الميكرو عندك. الاول كنت مخلوعه شويه، ما راكي عارفه الوالدين والناس كنت كنقول ليه في الاول لا خلينا هكا يا دي زامي في التليفون وصافي. ما كنتش كنثق في انك واحد النهار غتبغي شي واحد وبصح يكون قدك الثقه اللي غتعطيه ويكون ولد الناس ويجي لداركم بصح. ما راه كتشوفي صحاباتك وهكا يلا تهضر مع هذا سيموا ولا هكا وتفارق معاه وتشد واحد اخر. هذا الموضوع انا كان بالنسبه ليا ما يمكنش نديرو. ما يمكنش تكوني انت بحال هكا البنات اللي كيتكلموا مع شي واحد ميم با واحد شويه بالوقت شويه وصافي تفرقوا عاوتاني تشوف مع واحد اخر وتبدا عاوتاني تهضر معاه. اصلا هي كانت مع مرا دار شي غولاسيون في حياتها. اول واحد كنت نتعرف عليه هو اول واحد. عرفتي راه النهار اللي تلاقينا اول مره فاش تلاقيت معاك في الزنقه عرفتي راه كل اللي كنت كنرجف كل اللي وخايفه وعندك يشوفني شي واحد وكنهضر وكنترعد. ما واحد الشعور صراحه الله. ومن بعد ما طولت العشره الحمد لله عرفت ولد الناس والحمد لله مربي ومخلاق وإلا قال الهضره يوفي بها الحمد لله. الا قال الهضره يوفي بها وعدك نرجع لعنده هو هنايا واخا نكملوا معاك انت نرجع عندك وعدك النهار اللي غيبدا الخدمه غادي يتزوج. وفاش جا عندي الصراحه فاش عيط لي قال لي منى خرجين نتلاقاك بغيت نهضر معاك. ما كنا ديك الساعه كنا مناقشين شويه وشي يومين ولا 3 ايام وقيلا ما هضرناش. صافي خرجت ومحصبه وما بغاش نهضر من باغا زعما نعاودو نهضرو في داكشي القديم داك المشكل اللي طرا. حتى كانت فجأة كيوريني تيقول لي شوفي السيده وصيفط لي دوموند الخدمه وهادي وهادي وشفت الصالير مزيان وفرحت انا الفرحه ديال الخدمه الاولى. حتى كانت فجأة كيقول لي هضري مع مولين داركم راه غادي نجي. اي فاش قال لي غادي نزوج بك ديك الساعات ما تيقتش وكانت اول وحده نهضر معها ونقول لها هادشي خالتي. قلت لها خالتي لبنى شنو متصرب غير جات الدار وهادي. قالت لي مرحبا هذا هو المضمون فيه. صافي قال لي هضري مع ماما تصور 3 ايام وهو وانا في راسي انه غادي يجي لدارهم ويجي وما قدرتش نهضر معاهم. حتى كنخمم ونعاود ونعاود وديك نقول لماما وفي نفس الوقت ما متيقاش. صافي حتى تاكدت بصح وعطاني الحاجه هضرت معاها قالت لي منى راه حنا غادي نمشي شنو وخواتاته كانوا بحال صحاباتي راه بصح منى راه ماشي كذوب ومنتصر بدا شي وجد راسو. تتاكد هاد المده هادي بعدا ديال هاد المده هادي كامله كانوا كيعرفوها دارنا كنجيبها لدارنا تعرفوها من نهار تعرفنا. يعني كتهضر مع البنات خواتاتي كتجي عندنا للدار كتجلس معانا كتجي تشوفنا نهار العيد. كنا يعني هاد 9 سنين هادي ماشي دوزناها واحد الغولاسيون يعني واحد بحال اللي تقريبا وتما ما كانت يعني تتعرف علاقه يعني كنت كنقول ليها صافي انا راه بقى لي غير باك نجي نخطبك منه. تنقول لها النهار اللي غادي نخدم راه غادي نجي نتزوج بك وراه غادي نجي يعني نتزوجو تنتسنى غير تعطيني فرصه باش نخدم. حكم ولا كنت خدام زعما في ديك الوقت فاش كنا يلا تعرفنا كنت جوج وانا عندي 16 عام وهي عندها 14 عام. انا كنت خدام ديك الساعه كان شدني عليها الخدمه اللي كان شدني عليها اللي فاش درت خدمتي اول صالير مشيتي خطبتي بها. وحق الله ما فكرتش. اول حاجه كنا مناقشين وقلت صافي هذه هي الفرصه باش نتصالحوا وصنيت عليها. قلت لها خرجي عندي بغيت نهضر معاك. وفاش خرجت عندي قلت لها منى راني بغيت نجي نخطبك ما تيقعش كتقول لي كتكذب عليا. صافي بقينا هكاك. صافي حتى دوزات لي خالتها وقلت لها راه بصح بغيت نجي نخطبها وداكشي. صافي وبقينا تنهضروا مع خالتها وداكشي ومشات للدار بقات مامتي قانيش باقا مامتي قانيش. حتى عطيتها الوالده ديالي هضرات معاها صافي ديك الساعه عاد هاني اجي اليوم اولا في هذا الاسبوع كملات 10 سنين وشفناك محتفل بمنى وجايبين لك كاينين دي كادو هنايا اللي نتوما طبعا دائما كتعطيو بيناتكم لي كادو كتحتفلوا. قلتي لي هنايا كتبقى تهز لك الهم اولا كتبقى تفكر للمناسبات والاعياد. شنو الاعياد اللي كتحتفل بهم نتوما منى؟ كنحتفلوا بلانيف ديالي يعني عيد الميلاد ديالي هو الاول انا في شهر 11 مورا تيجي عيد الحب تنحتفلوا فيه بشهر جوج مور شهر جوج كيجي عيد زواجنا في شهر واحد نسيتو عيد زواجكم في شهر واحد. حقاش كنا كنحتفلوا قبل الخطوبه نهار البوناني نهار واحد الخطوبه ديالنا كانوا فجاه خطبوني احتفلنا عائله كاملين بالبوناني ومن موراها ب 11 يوم نهار 11 في شهر واحد كنا درنا ضرب صداق
يعني نخصو كادو ديال الخطوبة ديال واحد واحد البوناني وكادو ديال الخطوبة وخصو حتى الطريقة الطريقة شوفي حتى الطريقة باش يعني باش زربتو الجوزة طريقة كانت زوينة. يعني كنت غادي نمشي غير نخطب فهمتي غادي نمشي غير نخطبها فاش خطبتها وتفاهمنا بيناتنا وتفاهمنا مع الاب ديالها مسكين الله يرحمه حقاش عاد مات يا ماشي بزاف. المهم فاش هضرنا معاه وتعرفنا وداكشي قلت لها شوفي قلت لها نقولك واحد الحاجه راني ما بغيتش نزيد اكثر. قلت لها يعني طولنا بزاف قلت لها بغيت نتزوجوا في اقرب وقت فهمتي. قلت لها باش زعما يكون بيناتنا داك الكاغيط على الاقل حتى نديروا العرس في الصيف فهمتي. صافي جات واحد جات ديك المده ديال وانا مالكي ذكر باباك وتتفكريه شحال دي باش توفى باباك؟ يلا كنت لاحظ ربع شهور الله يرحمه امين. حضر لك منى يعني الزواج ديالها حضر مسكين الله يرحمه يا الولف ديالو صعيب والفراق صعيب وبزاف الحوايج. عندي جوج صراحه عندي جوج الوالدين عندي واحد والدني هو ابو حقيقي وعطاني ولد عمو اللي هو بابا اللي ما توفى اللي مربيني ولكن الوالد ديالي اللي مربيني عايشه معاه بابا خويا فيه كلش صراحه. وكان هاد الايام الاخرى ديال كورونا وداكشي كان مسكين طاح ومرض كان صراحة نهار العرس ديالنا كان فرحان بزاف ومنتظر جات لبني من عنده صراحة كل حاجة كنحتفل بها كنتفكر النهار اللي كيكون معايا فيه صراحة كان مسكين باغي يشوفنا ديما نكونوا فرحانين ديما مزيان كان كيتمنى انني اي حاجة كانت زوينة في حياتي كنلقاه معايا اي حاجة خايبة غير نعيط له بابا راني مريضة ولا ديك كنلقاه في البلاصة جا عندي للباب يديني زعما الله انا تنعوض انا بلاصة الله يخلي لك منتصر. هنا كتشوفي ان باباك انت كتشوفي على الاقل مشى فرحان وهو مخليك في دارك الحمد لله كان كيرضي علينا مسكين ديما كان فوق ما يجي فوق ما يجي وصلنا الطوموبيل تيقولك انا راضي عليكم انا راضي عليكم كان هو معاه هاد الغولاسيون ديالكم كان معاه الزواج ديالكم كان هو اللي عاوننا ما كانش ضدكم هو اللي عاوننا مسكين. شكون اللي كان ضدكم في هادشي الوالدين ديالي هكا كتقول لك الوالده ديالك مع خوتي في الخارج وكانوا كيتمنوا انني مشيت انا ونخدم ونكون بحالها انا بحال خوتي وهذا ولكن ما كتبش الله منتصر كان هنايا ما نقدرش نسمح فيهم نمشي ومهم هكا هادشي اللي كانوا ما تيقول لك غير سيري خدمي وكوني مع خوتك ليه وان شاء الله ماشي مشكل من بعد راكم مازال صغار من بعد الا كتب الله تجمعوا ماشي مشكل. انا عاوتاني كنت كنخاف انني نمشي ليه راكي كتعرفي البنت اللي هي بلا اوراق بلا والو راه ما عندهاش كدير دير الوراق من غير الزواج وانا كنت كنخاف كنقول ربما نمشي ليه ربما يتغيرني نتغير انا ولا هو ولا شي مشكل اللهم خليني ديما حدا. انا كنتي كتقولي الا مشيت لتما نقدر انا نتغير وانتي يعني بلا ما تحسي اوتوماتيكمون بحال هكا والديك يقول خصك ديري الوراق ضروري وهادي فهمتي وكنت كنقول لا ما نمشيش حتى نتزوجوا ان شاء الله ولا كتب الله شي حاجه مرحبا. ديك الساعه تمشيتي وياه ديك الساعه الا كتب الله شي حاجه نمشي انا وياه. كتبغيه بزاف بزاف شنو الحوايج اللي خلاك تبغي منتصر؟ صراحه حنين وولد الناس وصراحة الله لقيت فيه كاع داكشي اللي كنت كنتمنى الحمد لله معوضني على بزاف الحوايج ما الحاجه كنكون انا باغاها وما نقدرش نقول ليه بغيت هذيك في بلاصه كنلقى صراحه جابها لي يعاونني في اي حاجه نطيح يطيح معايا كنلقى صراحه هو والعائله ديالو وقفوا معايا واحد الوقفه ديال بصح في المرض ديال الوالد ديالي لدرجه ان الاخت ديالو هي اللي جلست لي مع الوالد في الطوب وكانت كورونا وداكشي وكنا خايفين عليها ومهم بزاف ديال المشاكل الحمد لله لقيتهم معانا وقفوا معانا والجنازة وكنت كنقيل انا ويا النهار كله في الطبيب من الصباح حتى الليل حتى 8 ديال الليل وحنا في الباب ديال الطبيب يعني رغم السن ديالكم بحكم السن ديالكم اللي باقيين صغار والا راه عنده يعني كما كنقولوا فعيل ديال الناس الكبار فعيل ديال الناس الكبار يعني باش تلقاي واحد تعرفي عليه واحد المده بار فيسبوك هكايا ويجي بصح لداركم ويكون بصح ولد الناس وقد المسؤوليه راه صعيبه وانه يكون في سن صغير ويخرج من تحت جناح والديه ويدير دارو ويتقاتل مع الزمان راه صعيبه واصلا واخا يتقاتل لك مع الزمان ما يخليكش ناقصه شي واحد مثلا الحوايج ولا مصروف ولا فهمتي ماشي ينقص من واحد الجهه ويكمل واحد الجهه
انا قالك الاحتياجات ديالك يلبيهم لك ما مقصرش. هنا كنشوفكم كتحتفلوا نخليو نكملوا مع منتصر. منتصر شتك جيتي كتفكر؟ لا لا هيك كنسمع لها. يعني انت كتفرح فاش كتسمع الزوجه ديالك كتكلم عليك بحال هكا؟ راه حتى هي راه عارفه شحال تنبغيها وكون ما كنتش كنبغيها راه ما غاديش ندوزو هاد المونته هادي كامله ديال نتاع 10 سنين اللي كانت 9 سنين ديال دوزنا واحد الغلاسيون اللي كلها حب وثقه. يعني حتى انا حكم ما عمري ما عرفت شي بنت ولا شي حاجه، يعني عرفتها غير هي وهي عرفت غير انت وهي عرفتني غير انا صافي. بقينا على ديك الغلاسيون تاع سالات بالشواش. دابا انت عمرك عرفتي من غيرها شي وحده وهي عمرها يعني انت هو السند وهي كذلك هي السند ديالك؟ يعني سميتو هاد المده هادي كامله كانت هي زعما عمري درت شي غلاسيون ولا شي حاجه من غيرها، ولا انا كنت كنقول انا خوك انا صاحبتك انا كلشي. اي ما تصاحبيش مع البنات حقاش كنت كنخاف يعني يكونوا عندها صحابات ويغيروها على الغلاسيون ديالنا يقول لها لا ما ديريش ما تفعليش كان هو التفكير ديالي باش كنت حاول. اليوم كنشوفكم كتحتفلوا ب 10 سنين وانتم باقيين صغار وكنشوفوا لي كادو. هنايا قلتي لي السؤال اللي باقي ما جاوبناش عليه الان، شنو هما المناسبات والاعياد اللي كتحتفل بهم؟ قلتي لي يعني انت حدك يعني بحركه تفوت عيد كيجي عيد. هي تفوت عيد هما كنبدأ بعيد الميلاد ديالي. عيد الميلاد ديالي كتقول لي عطيني فلوس باش نديرو لك. تورج اخويا شو خلك تزوج؟ شو خلك تزوج؟ كتقول لي عطيني فلوس باش نديرو لك. ايوا دير الهضره. مور عيد الميلاد ديالي تيجي عيد جوازنا، مور عيد جوازنا كيجي عيد الحب، مور عيد الحب كيجي عيد الميلاد ديالها، مور عيد الميلاد ديالها كنحتفلوا بالنهار اللي عرفتها. النهار اللي عرفتها دابا جاي المرأة. كل مره كنجيب لها شي هديه في اي حاجه. شنو جبتي لها اليوم اولا شنو جبتي لها لي كادو جبتي لها مؤخرا؟ هادو هما لي كادو هادي جابتو ليا هي في عيد الميلاد وهذا جبتو لها اليوم واحد السنيسله فيها ايه الكرسي. فيها ايه الكرسي مزيان. وهذا واحد براسلي تاع النقره. واه انت لو جوست كي كونت كتفرحي فاش كيحتفل بيك بحال هكذا وكتحتفلي بيه وكيجيبك دي كادو كتجيبي له دي كادو؟ كنجيب لها شي حاجه صغيره كتفرح بها وتضحك بها، يعني شي حاجه صغيره كاع يعني نقدر نجيب لها بحال شي بنيه صغيره نجيب لها شي لعبه تتفرح بها بزاف. وانت كتفرح انها كتفرح بشي حاجه بسيطه. اليوم كنشوفكم كتحتفلوا ب 10 سنين ديالكم، هي راه فرحانه حيت نتوما تبارك الله باقيين صغيورين وباقيين ماشي صغيورين باقيين صغار. يعني كنشوفوا هاد الكوب اللي هو صغير حتى في عمرك شحال؟ انا في عمري 25 ومنى 23. 23 مازال ما كتفكرش دير وليدات؟ باقي شويه ان شاء الله العام الجاي شويه بشويه. يعني حيت باقي حقاش عاد خرجت خرجنا من دارنا وانتي كما كتشوفوا الدار يعني بدينا تنفرفشوها غير بشويه بشويه من هنا من هنا. يعني انا جبت شي حوايج من الدار وهي شي حوايج من الدار باش فرشنا ومن بعد عاد نشوفوا الجواز. يعني مع نزيد نشوف حكم ندير شي حاجه ديالي ولا نتعاونوا انا وياها وديك الساعه عاد نقدروا نديروا وليدات. منى ياك سميتك منى. منى شنو هي الحاجه او لا شنو هما مثلا يعني الحاجه اللي انت فرحانه حيت وصلتي لها دابا او لا يعني انت ما عمرك ندمتي علاش تزوجتي وانت باقا صغيره في هذا اللاج هذا؟ قربي لك الميكرو عافاك. انا ما ندمتش حيت الحمد لله صراحه ما كيخسرليش شي حاجه والحمد لله. زعما المشاكل اللي كيكونوا بعد المشاكل بين الراجل ومراته الحمد لله ما عندناش، كيكونوا مشاكل بساطه هكا ماشي ما كاينش كاع عادي المناقشه هكا عاديه وصافي. اما زعما دوك المشاكل الكبار الحمد لله كنسيطروا عليهم، اولا كتدخل بحال هكا الوالده ديالي ولا بحال هكا الوالد ديالي الاخر ولا هكا والحاجه عاوتاني الحمد لله دغيا كنقادوا الامور ماشي دوك المشاكل الكبار. وصراحة ما عمرني ندمت الحمد لله. في حالة شي مرة شي عيد سورتو عيد الحب الكوب اللي تيكون كيتفرحوا ما جاب لك والو ونساه اصلا يبقى فيك الحال؟ يبقى فيه الحال بزاف. ما نسيتي عمري ما واخا يجيب لي كاع غير وردة ولا شي حاجة بسيطة هكا كتفرح. هذاك الشيء اللي كنت كنجيب لها هاد المدة هادي كاملة كنت ديما كنجيب لها في عيد الحب وردة حمراء. هادي كنت معروف
يعني راه شي معروف بها مول الورده حمراء الورده حمراء مول الورده حمراء كتمشي عند مول الورد كيعطيك ورده حمراء تيعرفني عارفني تنجي عنده تيعطيني ورده حمراء ديما تندي لها ورده حمراء في عيد الحب ديك الساعه حكم كنت مازال صغير وما خدامش وداك الشيء يعني كنت كندبر في ورده حمراء ونجيبها لها واش كترقها من الجرادي لا لا كنجيب لها ورده حلال لا كنجيب لها لا كنجيب لها ورده بجد يا كنجيبها لها بجد مصايبه انت شنو كنتي كتعطيه انا كل مره شي حاجه مره غورميت نقرا مره سنسلا كل مره تي كان عندك النيفو طالع لا كنت زعما كنجمعوا حنا البنات شي شويه كنجمعوا كنخبيو كنعرفوا راه عنده مثلا عيد ميلاد من شهرين كنبداو نوصيو ليه من شهرين وحنا كنجمعوا شويه بشويه فالحمد لله احنا غاديين مع الوقت. اليوم بمناسبه كملتوا او قفلتوا 10 سنين ديال العشره ديالكم شنو الحاجه اللي تبغي تقولي للمنتصر قدام الجميع شنو هي الرساله او الكلمه اللي تبغي تقوليها ليه؟ بغيت نقول ليه كنبغيه بزاف وصراحه الله هو السند ديالي في هذه الدنيا والحمد لله لقيتو صراحه راجل وفوق الوعد ديالو وصراحه الله ولد الناس وحنين وبزاف الحوايج المهم بغيت نقول لك بلي كنبغيك وصراحه الله لقيت فيك كاع داكشي اللي الحمد لله كنت كنتمنى وعادي كندوزو مشاكل هكا بساط ولكن الحمد لله كيعاودوا الوالدين كيدخلوا ويسيطروا الحمد لله ونتمنوا من الله الخير من هنا لقدام ان شاء الله وتكون الذريه الصالحه ان شاء الله يا ربي. شنو تبغي انت تقول ليها قدام المغاربه وشنو هي الكلمه اللي اولا الميساج اللي بغيتي توصل ليها؟ خلاص راه ربما عارفه او ما عارفه. بغيت نقول ليها واحد الحاجه بعدا حكم كملنا اليوم 10 سنين هذه واحد الحاجه ديما كنقول لها كنقول لها ديما تنتمنى الموت هي اللي تفرقنا يعني ما تفرقنا حتى شي حاجه من غير الموت يعني غير الموت اللي تفرقنا ديما كنقول لها هاد الهضره هذه وكنتمنى يعني يكونوا عندنا وليدات وسميتو فهد وتسنيم راه ديما مسمين هاد السميات هادو نتوما عندكم وليدات مسمينهم قبل يا بنيه تسنيم يا دري فهد تسنيم مين جبت تسنيم تسنيم هي نهر في الجنه نهر نهر في الجنه والسميه ديال فهد كتعجبني ديك السميه ديال فهد ياك ماشي شي تسمين هذه قديمه لا 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 اصلا لا لا اصلا هذه سميه يعني جديده يعني اما كيف سولتي على تسمين شكون هي لا لا عجبتها هي عجبتها هي وتقول لي شحال مره كتشري شي حوايجات تبان ديال الدراري الصغار كتقول لي هذه التسمين ولا هذه ديال الدراري الصغار عندك حوايجات ديال الدراري الصغار صنيطيله كيا كيعجبوني داكشي ديال كتجمعي حوايجات ديال وليداتك من دابا كتجمعيهم لا بحال هكا الا دزنا شي بلاصه ولا شي حاجه عجبتني ديال الصغار كناخذها ياك كيعجبك داكشي الصغير راه قلت لك ديما كتحتفل بداكشي الصغير انا ما كيعجبني داكشي ديال الكادويات الغاليين وداكشي كيعجبني داكشي ديال النوسات وداك التخربيق ما عرفتش ماشي انتينا كتراعي الظروف اللي كتمروا لنا دابا بحكم انكم كوبل باقيين صغار انتينا ما كتبغيش تضغطي عليه باش هو يعني غير تحرج طبعا ما غاديش يقدر يقول لك لا وميم طون بحكم انكم عاد بديتو ما غادي يتحرج فانتي قوت ما انك بنت الناس وكتبغيه كتراعي وكتقولي كيعجبوني غير الحويجات البسيطه بيان سور كو اي واحد كيبغي الحاجه الغاليه والزوينه والثمينه ولكن فاش داك الشخص اللي معاه كيشوفوا الطاقه الماديه ديالو ما كتسمحش كيحاول انه دائما يقول بلي كتعجبني ديك الحاجه اللي في الاستطاع يعني هذا دليل انك بنت الناس وسعدات بك الحمد لله وانت سعدات كبيره لا سعداتي بها صراحه سعداتي بها يعني دوزت واحد البنت يعني اللي ما عمرها دوزات شي غولاسيون يعني هادشي تنفتخر به ما عمرها دوزات شي غولاسيون في حياتها ولا انا كذلك دوزت شي غولاسيون في حياتي يعني تعرفنا بجوج تبغينا بجوج دوزنا اي حاجه دوزناها بجوج يعني اي مرحله دوزتها انا ويا بدينا دي زامي ولينا سميتو فواحد الغولاسيون وطحنا ودنا وحاولنا ما نتفارقوش وما عمرنا في حياتنا كملت انا وياها نهار ندابزين هذه واحد الحاجه بعدا اللي كتعجبني فيها لا انا لا هي وحكم حتى دابا في الزواج تندابزو ما بالليل خصنا نتصالحو ضروري ما يكملش علينا نهار الا الا ما تصالحناش
والحمد لله كان هنايا هنايا كنا معكم مشاهدي قناه شوف تي في مباشره من مكناس مع الكوبل اللي اليوم كيحتفلوا ب 10 سنين ديال العشره، 10 سنين ديال المعرفه، 10 سنين جمعات بين الصداقه والحب والاخوه والسند وكل شيء. فجميل اننا نشوفوا ناس كيحتفلوا وبيناتهم وكيفرحوا بعضياتهم وكيعترفوا بالحب والود والود اللي كيجمعهم. رسالتكم الاخيره لا رسالتك الاخيره شنو هو الرساله اللي بغيت توصلي لكاع اللي كوبل اللي عاد زوجو اولا اللي موعدين بعضياتهم للزواج؟ صراحة الله كان بغي نقول البنات اللي أنا كتشوف واحد الولد كتهضر معاه ولد الناس وزعما اللي كيقولوا لها أي حاجة صغيرة ولا كبيرة كيقولها لها وكيديرها بصح أنها دير فيه الثقة، ولكن غير ما نقوله زعما ديك الثقة الكبيرة، دير الثقة فيه وتوكل على الله وتقول بسم الله. الزواج صعيب صعيب وفيه مسؤولية، اللي ما صعيبش فيه هو التفاهم، هو اللي ما صعيبش. صافي كتكوني في الاول كتفاهمي انت وياه على شنو انا تنبغي شنو انت ما كتبغيش شنو هادي شنو هادي، الحمد لله كتمشي الامور مزيانه. اما غير كتدخلي صافي انت ريك طالع وعاوتاني هكاك صافي واحد ما كيتفاهم مع واحد، نجلسوا اطابل نحلوا مشكل اطابل. صراحه في الاول كنا كندخلوا بزاف العائله والدينا كيعلم ام في المشاكل بساط، علاش قلتي علاش درتي علاش مشيتي ما قلتي ليش بحال هكا. النصيحه ديالي اليوم هو ان اي مشكل بيناتهم يجلسوا اطابل يحلوه بجوج، الثالث ما يمكنش يدخل فيه. انا وياك عندي مشكل انا وياك نكون انا وياك، انا درتي لي ودرتي لي انت عاوتاني نفس الحاجه، ويتفاهموا ويكون شي باش ولينا كنحلوا المشاكل ديالنا. كنجلسوا انا وياها واشنو درتي شنو درت كنقولها شنو درت شنو درتي انت وشنو درت انا وشنو ما نعاودوش نديرو هكا باش كنسال وباش ولينا كنسال. انت كتطلب من الاعتذار وهي كذلك، يعني واخا تكون انت اللي غلط هي كتطلب الاعتذار وانت اولا العكس صحيح. وما كيعجبهاش تنفق عليها، لا تنفقت عليها هذيك هذيك ما تقلقتي عليها ما نحلمش نتقلق عليها، ضروري خصنا نتصالحوا. والله يخليكم لبعضياتكم، الله يدومها محبه والله يعطيكم ذريه صالحه ويخرج لكم فيها الخير ويجعلكم يعني مثابه يعني واحد نموذج ديال لي كوبل اللي كيختموها حلال. ما كاينش ما احسن من الحلال اقسم بالله، شي منار جوشة وحق الله ربي. واخا يعني ما عنديش شي خدمه اللي مستقره ولا شي صالير مستقر، ولكن الحمد لله منار نويت الحلال ربي ما خيبنيش الحمد لله. يعني ربي ما خيبنيش يعني الحمد لله، كنصيروا راسنا الكرا يعني المصاريف يعني لباسها يعني كندوزوا الحمد لله كما كيقولوا دخلت عليا مباركه. اي والله يكمل كل شيء مبارك ومسعود. وغادي نقول لكم سيادنا مشاهدي قناه شوف تي في لايك تبعينا عليكم مكاتب الخير، وغادي نقول لكم كنتم معنا مباشره من مدينه مكناس، دمتم بألف خير والى اللقاء.